كابتن عماد متعب، يعني النهارده تشكيلات تغييرات كبيره جدا في تشكيله النادي الاهلي ما بين اضطراريه للاصابه، وعشان اكون واضح كده بالنسبه للناس انه شناوي وعلي لطفي عارفين انهم مصابين. حسين الشحات عنده اجهاد شويه، كمان بيرسي تاو عنده اجهاد شويه، حتى لو ما عندهمش اجهاد الراجل كان هيريحهم، بالاضافه بقى لمروان عطيه، محمود كهربا وغيرهم من اللاعبين. الى اي مدى ممكن يؤثر او تؤثر هذه الغيابات على النادي الاهلي، خاصه ان محمد اشرف مثلا بقى له فتره ما بيلعبش، وقندوسي في مكان غير مكان. يعني على ما اعتقد بس التغييره الوحيده اللي محمد اشرف كان علي معلول هو الوحيد اللي ممكن يبقى فيها تاثير. نعم. لان محمد اشرف بقى له فتره ما بيلعبش، ما خدش ماتشات كتير، لكن باقي اللعيبه اللي موجوده كلها لعبت، ولعبت مباراه قويه جدا، وكانت بتشارك يا بشكل اساسي يا بديل باستمرار. نعم. فعلى ما اعتقد الراجل بيتعامل في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي انه بيحاول بقدر الامكان يريح اللعيبه بشكل جيد جدا، يعمل روتيشن، لان هو مرتاح في جدول الدوري. نعم. النادي الاهلي مرتاح في جدول الدوري، التركيز الاكبر والاهم والرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي هو مباراه الوداد. نعم. عايز اكسب في الدوري ما اخسرش، لكن في نفس الوقت انا الهدف الرئيسي بالنسبه لي ان انا اوصل كل اللعيبه الناحيه البدنيه والناحيه النفسيه والناحيه الفنيه قبل مباراه الوداد يكونوا في احسن صوره واحسن حال، علشان اقدر العب يوم 4 ويوم 11 وانا كامل العدد علشان اقدر افوز بدوري ابطال افريقيا. ده الهدف الرئيسي بالنسبه لكولر في الوقت الحالي، لكن بالنسبه للدوري هو بياخد كل مباراه يعني بحالتها وبيحاول يحط التشكيل الانسب للفتره دي. وفي نفس الوقت الحفاظ على الناحيه البدنيه والفنيه، وان ما حدش يخرج منه مصاب علشان مباراه الوداد.